بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الاتنين فانكشنز اللي هنتكلم عنهم النهارده بساط جدا زي كل لغات البرمجة، الأبر كيس واللور كيس، اللي هو بتحول لك السترينج بتاعك لحروف صغيرة أو تحولها لك لحروف كبيرة. كل ده بتعمله في لغة في أي لغة برمجة في العالم، لكن في الماي اس كيو ال الفانكشن دي موجودة وتقدر ترجع لك السلكت بتاعك أو السترينج اللي أنت بتعمله سلكت من الحقل بالطريقة دي. إزاي الكلام ده؟ عندي حاجة اسمها يو كيس وال كيس. يو كيس اللي هي upper وال كيس اللي هي اللور، يعني اللي هي اللور كيس، هي اختصار لللور كيس. طب تعالوا نكتبهم هنا، هكتب انا يو كيس وال كيس، نخلي اللور الاول. ال كيس بتساوي لور، وهنا اليو كيس بتساوي upper. الاثنين طبعا بيطلبوا منك السترنج اللي انت عايز تحوله لحروف كبيره او صغيره، يعني عايز تستعمل دي استعمل، عايز تستعمل دي استعمل، الاثنين طبعا واحد. ادي سترنج وهنا سترنج. تعالوا مع بعض نجربهم ونشوف. هقول له سيلكت ابر، بحط التكست بتاعي هنا فروم تراي، ونشوف النتيجه. هيجيب لي التكست كله حروف كبيرة زي ما انتم شايفين، ايجيبت، سعودي اريبيا، كندا. نفس القصة، بدل ابر ممكن استخدم يو كيس عشان لو انت حابب تبدل بينهم. ادي اليو كيس نفس الموضوع، مفيش اختلاف خالص. والحاجة التانية اني استعمل ال ال كيس اللي هي اللور كيس او كلمة لور لوحدها. زي ما انتم شايفين جاب لي ايجيبت، سعودي اريبيا، كندا، والحروف كلها سمول. اول حرف ده كان كابيتال، جابوا لي سمول اهو علشان لو عايز انا ارجعه للموقع عندي باي طريقه كانت. وادي اللور تكست واقول له جو. زي ما انتم شايفين صغر لي الحروف وكبرها لي زي ما انا عايز. علشان يا جماعه الدرس صغير وبسيط، في الدرس اللي فات الخاص باللينكس كنا عايزين نعمل تجربه، وهي تجربه الاوردر، ان انا ارتب العناصر عن طريق اللينكس بتاعها. لو جيت انا قلت له هنا سيلكت تكست، بعد التكست مثلا هقول له كار links text as count مثلا from try. انا عملت select الحقول كلها من try اهي، وعايز ارتبهم عن طريق مثلا اللينكس بتاعتهم، او عن طريق يعني كام كاركتر الاول وهكذا. فهقول له هنا order by، وهقول له character links، او order by الكاونت مثلا. تعال نشوف هنا زي ما انتم شايفين جاب لي 1 5 16 12، والاوردر طبعا تقدر انت تغيره سواء ascending او descending زي ما تحب. هنا ASC نبدا بيهم من الاول، وهنا descending بعديها عشان تشوف القيمه الكبيره في الاول. ادي اكبر حاجه عندي سعودي اريبيا، كندا، ايجيبت 1. يعني اقدر انا استخدم كل الدوائل اللي انا بستعملها دي في الاوردر مش بس هنا. طبعا زودت المثال ده على الدرس اللي بعده عشان ما يكونش الدرس بس مدته صغيره. هو اصلا اللور كيس والابر كيس حاجات بسيطه في اي لغه برمجه، بيحتاجوش غير دقيقه او دقيقتين عشان تفهمهم وتتعلمهم. فكرتهم واحده، كل لغات البرمجه بتعملهم. عايز تعمل انت السيلكت بيهم كده، عايز ترجعهم للكود بتاعك مثلا بالبي اتش بي وتعملها انت بالبي اتش بي برضه واحد، عايز حتى تعملها بالجافا سكريبت برضه واحد. في النهايه ان شاء الله لما تحترف وتتعمق جدا في المجالات دي هتبدا تبوست للبرفورمانس، والبرفورمانس هتخليك تفرض عليك حاجات معينه تعملها وتفرض عليك دوال معينه تستعملها. يعني هتعمل انت تقرير اداء وتشوف مثلا لما اجيب الحروف كابيتال من هنا اسرع، ولا لما اعملها على الكلاينت سايد بالجافا سكريبت، ولا لما اعملها بالبي اتش بي، وتختار اسرع طريقه ليك وتنفذها. علشان ده يحصل لازم تكون عارف كل الطرق المتاحه ليك. لما تعرف كل الطرق المتاحه ليك ساعتها تقدر ان شاء الله ان انت تحدد الطريقه المناسبه لشغلك. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.